السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وهنا وسهلا بكم، ورمضانكم كريم وكل عام وأنتم بألف ألف خير وصيام مقبول إن شاء الله. ولا تنسون الدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا، واللي من خلالها تتعلم العود من الصفر وفق سياق مرتب وبسيط وبدون تعقيد مثل بقية الأفلام أو المناهج أو المصادر المتبعة. مرات تلقاها بيها تلقى نوع من التعقيد في قضية دراسة العود. 8 محاضرات شهريين تقدر تستفسر بيها من خلال رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو. وتحياتي لكم، وخلينا مع مركب هوانا. مركب هوانا اللي هو من مقام الحجاز، مركب هوانا للبصرة. فصير عندنا المبتدئين صل صل فا صل فا صل سي لا صل فا صل صل فا صل فا صل سي لا صل فا مي فا 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 مي ري مي فا صل فا صل دو ري مي فا مي فا مي مي ري دو مي ري صل صل فا صل فا صل سي لا صل فا مي ري صل صل فا ناخذ المقدمة أو نكملها. خلينا نكملها أفضل. سي سي لا لا صل صل سي سي لا لا صل صل فا صل صل فا فا صل فا صل صل فا فا صل دو ري مي فا مي فا مي ري ري دو مي ري صل صل فا صل فا سي لا صل فا مي ري صل صل فا صل فا صل سي لا صل فا مي ري فا 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 مي ري ري مي فا صل فا صل دو ري مي فا مي فا مي ري مي ري دو مي فا مي ري. واللي هنا انتهت الأغنية، سويت على شكل مقطعين وإن شاء الله نالت إعجابكم. وانتظركم بالدورات الموسيقية. اللي حاب يشترك او اللايك والاشتراك. ورمضانكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.